أصبح سمير وحيد حليل أوتزيتش مدربا للمنتخب الجزائري حتى كأس العالم محل شك بعد الحرب الكلامية بينه وبين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد راوراوا، وكان الطرفان قد دخلا في خلاف عنيف منذ فترة، الأمر الذي أجبر راوراوا على اشتراط التأهل للدور الثاني في مونديال البرازيل مقابل استمرار حليل أوتزيتش مدربا. وفي الوقت ذاته فتح الباب أمام إمكانية رحيل المدرب البوسني قبل كأس العالم، مشيرا أن الجزائر جاهزة لمواجهة أي طارئ قبل بداية المونديال. وأكدت مصادر جزائرية تولي المدرب الإيطالي العجوز جيوفاني تراباتوني مهمة تدريب المنتخب عقب كأس العالم مباشرة. تراباتوني المعروف بلقب صائد البطولات لا يعمل حاليا بعد مغادرته تدريب منتخب أيرلندا عقب الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم. وأفاد تقرير إخباري بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم توصل لاتفاق بالفعل مع المدرب الإيطالي.